نبدأ منين؟ أنا حدي حضرتك حرية الاختيار. تحت أمرك اللي أنت عايزاه. نبدأ بالنجمة العاشرة والاحتفالية النهاردة. ناس كتير كانت بتقول وإحنا هنحتفل إمتى؟ ضغط 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 الفترة اللي فاتت، بس خلاص بقى كابتن محمود الخطيب قال لك لغاية هنا نهدى شوية، لازم نحتفل، لازم الناس تفرح، لازم نحس ونفتخر باللي إحنا بنحققه على الأرض. مش معقول عشان إحنا عندنا ضغط بطولات وإن إحنا يعني بنحصد بطولة ورا بطولة، ده ما يخليناش إن إحنا ننسى نحتفل. وده اللي بيحصل النهاردة. إن شاء الله يبقى يوم جميل إن شاء الله. وتنظيم رائع والناس كلها تفرح، ده اللي انا كنت بقوله، ده اللي هنفضل نقوله. شايف ده بقى ازاي؟ أكيد. وحكينا واحنا ان شاء الله هنشوف بعض بالليل يعني. ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله اكيد طبعا التوقيت مناسب جدا، لان هو اتاخر شويه بسبب الضغوطات اللي كانت على النادي الاهلي في المباريات اللي كانت مؤجلات والمشاركات ورا بعضيها، ما كانش في وقت. فالحمد لله الوقت المناسب اللي خده مجلس اداره ان الوقت الحالي لازم يكون وقت التكريم، والتكريم ده يعني كويس جدا لكل منظومه النادي الاهلي. اول حاجه للجماهير، وكنت بتمنى ان الاحتفاليه دي تكون بجماهير، بس عشان خاطر الجماهير النادي الاهلي تاخد حقها. بس انت عارف حضرتك عشان موضوع الكورونا وموضوع وضع البلد طبعا معموله بحرص. بس اكيد قناه الاهلي مشرفانا طبعا الحمد لله، هتنقل الحدث كان الجماهير موجوده بالظبط. النجمه العاشره بتاعنا الكتير للنادي الاهلي، المنظومه كلها، من ناحيه التسويق، من ناحيه التقييم. الحمد لله دلوقتي احنا بعدنا عن المنافسين بالنسبه اللي هم حصلوا على البطولات الافريقيه، يعني اللي ورانا بعدنا عنهم، كل واحد عنده 5 بطولات، احنا الحمد لله 10 بطولات، ونطمح باذن الله يبقى ال 11 وال 12، لان دي سمه النادي الاهلي في المشاركات اللي بيخش فيها، ودي شخصيه النادي الاهلي. فطبعا اكيد الاحتفال هيبقى كويس جدا جدا، ولفتة طيبة برضو من مجلس إدارة طبعا. كابتن على رأسه كابتن محمود الخطيب دعا كل النجوم القدامى لعيبة النادي الأهلي يكونوا متواجدين. طبعا التكريم الأول للعيبة الفريق الأول المتواجدين حاليا، هو يعزم الناس كلها، بس طبعا زي ما احنا أكيد. عارفين عشان الوضع والكورونا والإجراءات لازم يكون أكيد. لحد ما محدود في ظروف طبعا يعني، وده خارج عن اراده اكيد اي حد، فالموضوع يمكن ليميتد شويه، محدود شويه، بس هم حريصين من حتى الناس المحدوده دي يكون في كل الرموز والناس اللي لازم نقول لها برده شكرا، واللي ليها كان دور كبير جدا مع الاهلي طبعا. اكيد بدايه من اللعيبه، اللعيبه عملوا انجاز كبير جدا، اشتركوا في 7 بطولات خدوا 6، طبعا انجاز يعني عظيم. تتكلم في مده قد ايه برده كابتن صديق يعني؟ ما عشان كده اللعيبه دي لازم تاخد حقها ونكرمهم، لان احنا برضو مستنيين منهم حاجات كبيره، فلازم في الوقت ده يتكرموا عشان يحسوا برضو بالفرحه اللي هم اتحرموا منها الفتره اللي فاتت، لان كانت في توقيت. بعض الرموز هيبقوا في الحفله زي الباشمهندس عادل الكاي والاستاذ محرم الراغب، ودول برضو ليهم باع طويل في النادي الاهلي، سواء في مجالس الادارات او في قياده النادي كمدير نادي. باشمهندس عادلي كان ليه دور كبير في الصفقات من ساعه ما متواجد في النادي الاهلي. فالحاجات دي كلها مجلس الاداره بصراحه بيكرم الناس، ومش الاثنين دول بس، بيكرم الاثنين دول وفي ناس كتير معاهم، بس ممكن ما يكونوش موجودين، بس كان ليهم دور طبعا. في النادي الاهلي، بس زي ما تفضلتي هي محدوده عشان الظروف القهريه اللي احنا بنمر بيها بالنسبه للكورونا والحاجات دي. انا شايفه هتبقى احتفال كبير، والاهلي يستاهل اكتر من كده. والحمد لله احنا ما فيش الا ريال مدريد بس هو اللي سبقنا 26 بطوله قاريه، احنا 23 عندنا برضو افانتاج الفتره الجايه، ان ربنا يكرمنا واللعيبه دي تحقق انجاز كبير. شايف يبقى يوم جميل ان شاء الله على المنظومه كلها ان شاء الله باذن الله. حلو جدا.